زيادة ودعت ربعي قايل الموعد هنا أما النصر يا دار ولا شهادة ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القرادة الباغي اللي يا وطننا تحداك بموجبه ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القرادة حصل مرادة كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القرادة الباغي اللي يا وطننا تحداك بموجبه ما يحصل مرادة كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القرادة لبيه 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 يا الحاج الجنوبي.
أما النصر يا دار ولا الشهادة. ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القراده الباغي اللي يا وطننا تحداك بموت جيفه ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القراده. أمر يا أبو متعب وهالشعب يمناك من هو يلوم اللي بيحمي بلاده ولا خلا يا دارنا لا عدمناك يا موطن الإيمان وارض العبادة. لبيه لبيه ودعت ربعي قايل الموعد هنا أما النصر يا دار ولا الشهادة. ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القراده الباغي اللي يا وطننا تحداك بموت جيفه ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القراده. Yeah.
يحمي بلاده. ولا صلا يا دارنا لا عدمناك يا موطن الإيمان وارض العبادة. أمر يا أبو متعب وهالشعب يمناك من هو يلوم اللي بيحمي بلاده. ولا صلا يا دارنا لا عدمناك يا موطن الإيمان وارض العبادة. يا دار ولا الشهادة ما يحصل مراده. كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القراده. الباغي اللي يا وطننا تحداك بموت جيفه ما يحصل مراده. كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القراده. الشعب يمناك من هو يلوم اللي بيحمي بلاده. ولا خلا يا دارنا لا عدمناك يا موطن الإيمان وارض العبادة. لبيه لبيه يا دار ولا الشهادة. ما يحصل مراده. كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القراده. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأصلي وأسلم على خير البرية، وأصلي وأسلم على خير البشرية الذي عزز حب الأوطان، الذي عزز حب الأوطان في النفوس وأصله، فقال صلوات ربي وسلامه عليه حينما أخرج من مكة: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولو أن أهلك ما أخرجوني منك ما خرجت. أيها الحفل المبارك، الدفاع عن الوطن واجب ديني وسلوك حضاري، كيف لا وهذا البلد كرمه الله وشرفه عن بقية البلدان بوجود مكة والمدينة، فالدفاع عنه ديني، ديني من جهة ووطني من جهة أخرى. أيها الإخوة الحضور، بدر هذه الليلة وكوكبها الدري المحتفى به الإبن رايد ردود البردي، شرفه الله بالدفاع عن هذا الوطن مقبلا غير مدبر. وما أقيم هذا الحفل إلا تكريما له، فقد أبدى بسالة منقطعة النظير في الذود عن هذا الوطن، ولسان حاله يقول: بلادي هواها في لساني وفي فمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. خير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم يرتلها عليكم خالد خلف البردي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفه إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم، أما الآن مع كلمة ترحيبية بهذه المناسبة يلقيها الأستاذ عطية بن عطية الله البردي، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خير البرية وهادي البشرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة قائد منطقة الطائف السابق اللواء أحمد بن يحيى الغامدي، سعادة الشيخ زايد بن دخيل البرد الذبياني رئيس وشيخ قبيلة البردة، المحتفى به الابن البار رايد بن ردود البردي، الحضور الكريم، المدعوون الكرام، الضيوف الأعزاء، حياكم الله ومرحبا بكم في مناسبة مؤلمة ولكنها سعيدة. آلمنا إصابة ابننا، ولكننا نفخر ونفرح بذلك، لأنه شرف يطلب وشرف يبتغى، وطلبه فلقيه.
يسرني في هذا المقام أن أعرج على شيء من قبيلة بني ذبيان التي تنتمي إليها قبيلة البردة. فقبيلة بني ذبيان ليس عليها غريبا خوض غمار المعارك، فقد خاضتها أيام داحس والغبراء 40 سنة، ومن ذلك الوقت حتى هذا الوقت والأمجاد والشجاعة والمواقف تتكرر لهذه القبيلة. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول وفد وفد إلى المدينة من قبائل جهينة التي تنتمي إليها بني ذبيان، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: جهينة مني وأنا منها، أغضب لغضبها وأرضى لرضاها، فشرف أيما شرف. ومعروف وعمل قام به بعض شيوخ تلك القبيلة حتى في الجاهلية، فالحارث بن عوف وهارم بن سنان قدما صلح ديات صلح وديات حرب داعس والغبراء. فحرب داحس والغبراء قاموا جميعا، أو قام هؤلاء الشخصين بجميع دياتها وصلحت. امتدت قبائل بني ذبيان حتى جاء عصرنا الزاهر، عصر مملكة الخير، المملكة العربية السعودية. فبعد توحيدها على يد المغفور له الملك عبد العزيز، كان لهم مساهمات ومشاركات مع الدولة. فكان الشيخ البسيسة مسلم مشاركا ومعه مجموعة في حرب اليمن، وكان الشيخ ابن حجيل شيخ قبيلة البردة يجبي لهم الزكاة وتوصل إلى الملك عبد العزيز، وما زالت خطاباته وكتاباته موثقة وموجودة لدينا حتى الآن. شرف عظيم لنا أن ننتمي إلى جاهلية قوية وكنا أقوياء فيها، وشرف لنا أن ننتمي إلى دين الإسلام وكان لنا مشاركات وحضور فيه، وشرف لنا أن نحيا وأن نسير تحت ظل قيادتنا الرشيدة. فحياكم الله ومرحبا ألوف، وأعيد وأعرج على ابننا رايد، فنعم الولد من ذاك الأب، ونعرف جميعا إنه من أسرة عريقة شجاعة، أبوه له مواقع في الشجاعة، مواقف نشهدها ونعرفها جميعا. فلا تستغربون من رائد إقدامه وقد رأيناه يحمل القذائف ويحمل الRPG ويطلقها على الأعداء في كثير من المرات. والله ما استغربت ذلك. لماذا؟ لأن والده كان رجلا مقداما، ولا تستغربوا أن يأتي الشبل من ذاك الأسد. حياكم الله، مرحبا ألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولضيفنا الكريم قائد منطقة الطائف سابقا اللواء أحمد بن يحيى الغامدي كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن جتني الدعوة متأخرة شوية، وأنا والله عندي 3 ارتباطات، الله يبقيكم جميع.
ولكن في هذا الشرف وفي هذه الليلة يجب على الإنسان أن يفرغ نفسه لهذه المناسبة ومثل هذه المناسبات. فنحن الليلة نحتفي ببطل من أبطال المملكة العربية السعودية، لا نقول من غامض أبدا، إنما نقول بطل من أبطال المملكة العربية السعودية. نعم، ما قام به رائد وزملاه والله العظيم لا يعلمه ولا يحس به إلا العسكري المرابط في ذلك المكان. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال السبع المبيقات منها ماذا؟ التولي يوم الزحف. وماذا كان الزحف؟ كان بسيف ورمح، صح ولا لا؟ وكان الزحف في ذلك اليوم من السبع المبيقات، فما بالك باليوم قنبلة هاون أو مدفعية أو صواريخ وأنت جالس في بيتك ما تدري إلا هي جايتك وأنت منتهي، صح ولا لا؟ والله يا جماعة الخير، وهذا رائد يشهد بهذا الكلام، أنا ما أقول عشاني عسكري أبداً، الطلقات التي تمر من فوق رؤوس الرجال اللي هناك يقولها بزحف. نعم بزحف، خلي الله يغفر لي بكرة بأتوب يغفر لي، لكن من ثبت مثل هذا الرجل نرفع له القبعة ونحييه، والله نحييهم بكل كلمة. ليش؟ لأن في هذه المواقف يعني لو قلت تبان أو تستبان الرجولة، الرجولة تعتبر شيء بسيط. في القرآن لو راجعنا القرآن، وجاء رجل من أقصى المدينة رجال لا تلهيهم تجارة، رجال اختصرهم ورجل، صح ولا لا؟ لذلك هؤلاء الرجال اللي في هذه الأماكن سواء في نجران أو في جيزان أو في الحدود الأخرى أو في الشمال الغرب وهم مرابطين مودعين، اليوم الله سلم رائد وجانا وحنا نحتفي بها الليلة، ولكن كثير من زملاء صلينا عليهم، وكثير من زملاء ما زالوا في المستشفيات، وقسما بالله وهذا يشهد على الكلام ذا رائد، رائد ترجع الجبهة ولا ما ترجع؟ يرجع، يرجع ورافع راسه ويدافع عني وعنك وعن كل واحد نايم في بيته مستقر. أهني جميع العسكر اللي لابس البدلة، ضابط ضابط صف جندي أهنئهم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال عينان عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وهذا قليل، والأقل منه عين باتت تحرس فيش في سبيل الله، أهنئكم بهذا. أيضا لا يجتمع غبار في سبيل الله وماذا يا شيخ ونار جهنم، ما يجتمعون. ولكن نخلص النية في هذا الكلام، وأنا متأكد إن جميع أخوانا العسكر اللي مرابطين في هذه المناطق بإذن الله مخلصين. أصل الدين حيختلف، الإسلام حيختلف، العلاقات مع البشر حتختلف، ما هو زي طبيعتنا الحالية، إحنا نتكلم إحنا في سعة، في هذه المواقف القليل من يتكلم ويقف فيها. ما ودي أطيل عليكم، أنا أجبرت بهذه الكلمة وفي منهم أطلق مني، إنما أكرر شكري الفائق والعظيم لشيخ القبيلة الشيخ زايد الذي جمع أفراد قبيلته، وهذا التجمع لهذا البطل الشجاع قليل في حقه، وأيضا أشكر كل من حضر من خارج قبيلة غامد بصفة عامة، وأقول الله يعطيكم العافية، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا قبل كل شيء، ثم مليكنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يحفظ لنا بلادنا وأمننا ووطننا بإذن الله. وأرجوكم يا أخوان في صلاتكم عليكم بالدعاء لأخوانكم اللي على الجبهة دائما وأبدا، والله بدون الدعاء لن يفلحوا ولن ينتصروا، لأن قدامهم خونة،
اللي أمامهم واللي معاهم خونة من الجانب الآخر، والله خونة، فهم قاعد يقاتلون في 60 جبهة، ما هو بس في جبهة واحدة، قاعدين يقاتلون في عدة جبهات. أسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يعلي شأنهم وأن ينهي هذه المشكلة والمعضلة التي ليست شيء أن ينهيها في أسرع وقت، وأن يحفظ لنا بلادنا وأمننا ووطنا. شكرا للجميع، وأعتذر منكم، أنا والله عندي مناسبة أخرى وأعتذر من الجميع. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم، كلمة ومشاركة من الأخ محسن عطية الله البردي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أصالة عن نفسي ونيابة عن القائمين على هذا الحفل الكريم، نرحب بضيوفنا الأعزاء في تكريم أحد أبطال الحد الجنوبي الذين شاركوا في الدفاع عن الوطن والعقيدة. وكما تعلمون أحبتي في الله أن المملكة العربية السعودية من مكانتها بين الدول مما جعلها مستهدفة في استقرارها وشؤونها الداخلية والخارجية، وللأسف الشديد أن شيعة العرب وغير العرب اجتمعوا في إطار ولاية الفقيه على حرب أهل السنة تحت إدارة المد الفارسي الذي يطمع أن تكون العرب والمقدسات الإسلامية تحت إدارته، وقد كونوا فرق الموت بالعراق والشام واليمن لقتل أهل السنة على الهوية. ومن أشهر فرقهم فيلق القدس المنتشر في كل مواقع الصراع العربي، والحشد الشعبي في العراق وسوريا، وحزب البعث، وحزب الله في لبنان وسوريا، والحوثيين في اليمن وغيرهم. وقبل عامين كان الحوثيون يخططون للهجوم على بلادنا للإضرار بالوطن والمواطن، ولكن قدرة الله ثم حنكة قيادتنا الرشيدة قللت من خطرهم بعد أن بادروهم بالهجوم، ولله الحمد والمنة. وما زلنا نقدم الغالي والنفيس من أجل إيقاف المد الفارسي الذي بترت يده في اليمن بفضل من الله، ثم بفضل عزيمة حكام هذا البلد ومن يدعمهم في إظهار الحق ومنع التمدد الفارسي، داعين الله أن يسقط بقية فرق الشيعة الموالين لإيران، إنه على ذلك قدير. إخواني، لقد شاركت قبائل بني ذبيان مع الجيش السعودي مثلهم مثل بقية القبائل السعودية في حربهم ضد الحوثيين المجوس الذين يرفعون شعار الموت، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، وهم يقتلون أهل السنة تحت هذا الشعار المزيف. إننا اليوم نحتفي بأحد أبطال بني ذبيان برعاية الشيخ زايد دخيل البرد الذبياني، حيث أصيب الشاب رائد ردود البرد الذبياني في معركة العزة والكرامة، وذلك إيماناً منا إن تكريمه هو تكريم لزملائه الشهداء والمصابين والمرابطين، فرحم الله الشهداء وأشفى المصابين، ونصر الله المرابطين الذين يدافعون عن بلادنا وأمتنا وأمننا بأرواحهم ودمائهم، فجزاهم الله خير الجزاء وأحسن إليهم. واليوم نغتنم الفرصة لنتقدم بالشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة
في ظل ما تقوم به من إصلاحات كبرى في محاربة الفساد الفكري والفساد الإداري والمالي بكل عزم وإصرار، وتحارب في الخارج من أجل الاستقرار الإقليمي والوطني، داعين الله أن يوفقهم لكل خير وأن ينصرهم ويثبتهم على الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم، أبى الشعر إلا أن يكون ارتجاله عزيزاً إذا لم ترتجله رجاله. لا خير في الشعر إن لم يكن له حضور في مثل هذا المقام وفي مثل هذه المناسبة. قصيدة شعرية للشاعر المتألق حمدان الذبياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. حقيقة ماذا نقول في مقام الشيخ زايد ومقام آل بردة ومقام المناضل رائد بن ردود البرد الذبياني؟ فخر أيما فخر، لكنها مشاركة بسيطة وأعذروني في القصور. يقول: دندن الهاجوس في راسي وصاحي، وامطر الجزلات من كل النواحي، قام ينفث في خيالي من بيانه لجسمعكم من السحر المباحي. هكذا الهداج سحر في بيانه، يرد الضامي على العد القراحي. يا عيال بريد يا القيدوم زايد، فخركم تاجي وقالتكم وشاحي. يا عيال بريد يا القيدوم زايد، فخركم تاجي وقالتكم وشاحي. كل كلمة فخر تعني لي بريدي وفق مدلول اللغة والاصطلاحي. ما خذيتوها بحظ ولا بقرعة، ما تعودتم على ضرب القداحي. من نشد قاله وجب يدفع ثمنها، ولا ليت الصد عنها واستراحي. والبريدي يشتري القاله بفعله قرن انصب المنازل والنطاحي. ولدها من بعد ما تثخن جراحه، ما يهم كيف تضميد الجراحي. همته كسر الخصوم وعز نفسه، عزته تنسي جروحه والمطاحي. همته كسر الخصوم وعز نفسه، عزته تنسي جروحه والمطاحي. والبريدي عادته حب المنازل، يعشق البندق لي غطره فصاحي. عادته في كل ميقاف يجمل ريح للعدوان للصاحب رياحي. والمثال اللي على قولي ضميني رايد بن ردود عزي وافتراحي. والمثال اللي على قولي ضميني رايد بن ردود عزي وافتراحي، دون حد المملكة ضحى بنفسه العقيدة بحزمه قبل السلاحي. يا بني ذبيان يا بني ذبيان، يا راشد وزايد لي رجا، يا ليت يتبنى اقتراحي. رايد بن ردود من قبل الثلاثة، دمهم في الحد مسك وعطر فاحي. يا بني ذبيان يا راشد وزايد لي رجا، يا ليت يتبنى اقتراحي. رايد بن ردود من قبل الثلاثة، دمهم في الحد مسك وعطر فاحي. ودنا محفل يليق على شرفهم، جامحه نفسي ولا يكسر جماحي. من قراع عمدين حتى فرشت الحد نبدي البيضه من البيض اللي صاحي. كم نفاخر في الحروب الجاهليه والمطاعن بالسيوف وبالرماحي. والوطن له حقه من حقه علينا، نكرم اللي دون حده بات صاحي. والوطن له حق ومن حقه علينا، نكرم اللي دون حده ذات صاحي. والعقيدة والوطن حاشا وكلا، لا نضيع ذي ولا ذا يستباحي. والعقيدة والوطن حاشا وكلا، لا نضيع ذي ولا ذا يستباحي. ويا المصروح العذر يا تاج راسي، إن حصل تقصير في قول الفلاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضورنا الكرام، أبا الأستاذ والشيخ محمد عبيد البردي الذبياني، إلا أن يكون أحد المشاركين بهذه المناسبة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر الأمم بأجيالها الذين يدافعون عنها ويدافعون عن شرفها ومقدساتها. وها نحن في هذه الليلة المباركة نقف أمام هامة من أبناء قبيلتنا، البطل رايد بن ردود بن شلاع البردي الذبياني، الذي سهر الليالي من أجل حماية الثغور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، وذكر منها عين باتت تحرس في سبيل الله. نعم، إنه رايد الذي ضحى بنفسه من أجل أمته ووطنه بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ومن أجل مليكه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. فحق لوالديه ولأهله ولذويه ولقبيلته أن يفتخروا بهذا البطل، وأن تعانق رؤوسهم عنان السماء فخراً وعزةً بك يا رايد. وها نحن نقف سويةً ونضع أيدينا في يد هذا البطل ونثبت للأعداء: نعم، إننا ماضون جميعاً بإذن الله في محاربة الإرهاب ومحاربة أهل البدع والخرافات الذين اتخذهم المجوس مطايا لتحقيق أحلامهم وتنفيذ مخططاتهم. كذلك نقف لنثبت لشعبنا وعلمائنا وقادتنا أننا نقف صفاً واحداً لكي نردع من تسول له نفسه في النيل من كراماتنا ومقدساتنا. حفظ الله بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. حفظ الله مقدساتنا، حفظ الله شبابنا، ونسأل الله أن يحفظ رايد لأهله وذويه، وأن يمتعه ويلبسه ثوب الصحة والعافية، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم، يشاركنا في هذه الليلة خالي المحتفى به الأستاذ حمد بن جبار الثقفي بقصيدة شعرية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم مساء الوطن، مساء العزة والكرامة، مساءكم مساء الأبطال. إن تكريم القبيلة لهذا اليوم لبطلنا الأخ رايد لهو جزء بسيط مما يقدمه هو وزملائه في الحد الجنوبي، وهو قليل مما يقدمه هو وزملائه في الحد الجنوبي، وهو أقل ما يستحق. فوفقهم الله وسدد رميهم، ورحم الله شهداءنا الذين ضحوا من أجلنا، والله يشفي المصابين. مشاركتي في هذا اليوم عبارة عن قصيدة. لك الشكر ولك العفو، لك من السامعين إجلال، ولك وقفة يسجلها الوطن لأجلك ويشفيها. لك الشكر ولك العفو، لك من السامعين إجلال، ولك وقفة يسجلها الوطن لأجلك ويرويها. ولك مني دعائي وحمدي وفي ذمتي وأفضال، وأبيض وجه ما قصرت ولد الكفو حاويها. ويا رايد نبيك تعلم الحوثي عنا الأبطال، قبل يغويه شيطان المجوس اللي مخاويها. يشوف النار قدامه لهيب صايق يشتال، وتفني معتدي حد الجنوب ومن يعاديها.
ولا يبقى لهم في الأرض لا وزن ولا مثقال، وتبقى الشام يخلي دون حدانه يفاديها، تغني الجنوب اللي جروحه في الجنوب ثقال، تعطرها دماء رجال تنزفها وتسقيها، تغني للجنوب اللي جروحه في الجنوب ثقال، تعطرها دماء رجال تنزفها وتسقيها، وتبقى الفارس اللي شافي من جرحه سعادة بال، وتبقى الفارس اللي شافي من جرحه سعادة بال، معه كلمة على كل العدا واقف ويلقيها. سلامتكم والحمد لله على سلامة خالي. ولشاعر المعنى الأستاذ فهد بن أحمد الذبياني قصيدة شعرية يطرب بها آذاننا، فليتفضل. تسلمون تسلمون. الله يمسيكم بالخير جميعا. أولا الله يبيض وجوهكم على هذا التكريم للبطل رايد، وهو يستاهل، والحقيقة كل ما نقدمه من أفعال ومن ردود أفعال ومن أقوال لا تمثل لرايد رد جميل، إنما هي من باب الشكر، والشكر لا يوفي رايد حقه ولا غرابة. فرايد بردي والي بردة من زمان ومهيبة الحدان. يا لا 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 ألف لا باس يا رايد وما راح من دمك فدا، ألف لا باس يا رايد وما راح من دمك فدا، للملك والوطن والدين وانا ادري انك من قبيله، الله يرحم عظام اللي على العز والقاله رباك، يشهدون زملاك اللي معك بالشجاعه والبطوله، ما تراخيت في الواجب ولا طحت دونه واتقيت، يشهدون زملاك اللي معك بالشجاعه والبطوله، ما تراخيت في الواجب ولا طحت دونه واتقيت، وانحن دعوى بني ذبيان ذا فالحجاز وفي تهامه دولة وسط، وانحن دعوى بني ذبيان ذا فالحجاز وفي تهامه دولة وسط دولة ما نها معارك والحروب، اندعينا بدينا والبيارق مع راشد وزايد، ناخذ الشاور ناخذ الرشد منهم، ناخذ الشاور والارشاد ناخذ ارشادنا منهم، ومن حيث ما يدعو من حيث ما نمر نجيب، ناخذ ارشادنا منهم ومن حيث يدعونا نجيب، والله لو الملك سلمان يفتح لنا الحد الجنوبي، انا بكره لنعرض وسط صعده ونخلي دوره، انا بكره لنعرض وسط صعده ونخلي دوره. سلامتكم. وللأستاذ عطية بن عطية الله البردي الذبياني قصيدة شعرية بهذه المناسبة، فليتفضل بإلقائها مشكورا. حقيقة كما قال الأستاذ فهد لا نوفي رايد
حقه بالكلام ومهما نقدم، ولكن واجبنا أن نقول ما نستطيع، وإن حدث تقصير فالعذر من الجميع. شيلوا آخر بيت إذا أعطيكمه. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا حضور ادعو الله ينصر الجيش ويوفق ملكنا يرفع الراية الخضراء وكيد العدو فنحورها يرفع الراية الخضراء وكيد العدو فنحورها يا بلادي بلاد الأمن والخير وارض الحرمين أرض مكة وطيبة مهبط الوحي من باع الرسالة أرض سيد الرسل فيها تربى محمد لين مات أرض ما تطلب الفتنة ولا قصدها قطع الرقابة إلا للي يريد الحرب ويخالف الشرع القويم يوم دق طبول الحرب في حدنا الحد الجنوبي قال سلمان أنا راعي المواقف وأنا حلالها مات وأنا وذكر اليمن كلها في ظرف ساعة والصواريخ دمرها وقاداتها وذنابها ودخل جيشنا صنعاء ومارب وصعد في يدينا ما تبقى ما بقي إلا فلول القوم ما همنا ما يفعلون تحت رايات ملكنا نملك الجيش ورجال النشامى كل واحد من الأبطال في الجيش يعدل عن مية واقصد رايد صفقوا له تحت رايات ملكنا نملك الجيش ورجال النشامى كل واحد من الأبطال في الجيش يعدل عن مية قدموا رواحهم فدوة وطنهم ورغبة في الشهادة يلا تحفظ لنا الحيين منهم ومن ما ترحمه وقبيلة بني ذبيان في الجيش في الخط الأمامي وقبيلة بني ذبيان في الجيش في الخط الأمامي وصبر وجبل دخان يرمونها يم الشمال وقبيلة بني ذبيان في الجيش والخط الأمامي وصبر وجبل دخان يرمونها يم الشمال والشاهد الله أكبر والشاهد ولدنا رايد ودمه يسيل وما بعد جف واقسم انه ليرجع لينا يتحقق النصر المبين يا حضور ادعو الله ينصر الجيش ويوفق ملكنا يرفع الراية الخضراء وكيد العدا فنحورها يرفع الراية الخضراء وكيد العدو فانحورها سلامتكم. حضورنا الكرام كلمة للمحتفى به رائد ردود البردية الذبياني فليتفضل مشكورا.
بسم الله. سعادة الشيخ زايد بن دخيل شلاء شيخ قبيلة البردة، الشيوخ والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر كل من حضر وساهم في إنجاز هذا الحفل الشاهد على محبة هذا الوطن ومحبة من يدافعون عنه ويحمون حدوده. هذه المحبة والوفاء الغير مستغربة على قبيلة البردة وقبائل بني ذبيان كافة، هذا الكيان الشامخ بأبنائه الذين لا يتوانون عن فداء عقيدتهم ووطنهم بدمائهم وأرواحهم، ويفخرون بما يصيبهم دفاعاً عنها، وأنا فرد منها سائر على نهجها. وفي ختام كلمة هذه نسأل الله أن يحفظ قائدنا ومليكنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على هذه البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة راعي الحفل الشيخ زايد بن دخيل البردي الذبياني، يلقيها نيابة عنه الدكتور عبد العزيز جديع البردي الذبياني. خلصت الكلمات ما بقيش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيس قبائل بني ذبيان الحجاز الشيخ زايد بن دخيل بن شلاع البرد الذبياني، فارسنا ومقدامنا البطل رايد بالردود بن ردة بن شلاع البرد الذبياني، الحضور الكرام، نحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن الشيخ زايد بن دخيل البرد الذبياني، أتقدم لكم بهذه الكلمة، وكلمتي هذه عبارة عن رسائل شكر وعرفان وامتنان ممزوجة بورد الطائف. الرسالة الأولى إلى بطن المغوار، إلى الأخ أو الابن رايد بن ردود بن ردة بن شلاع البردي الذي ضحى بنفسه ودمه مقدما غير مدبر في معركة الشرف والكرامة للدفاع عن وطننا الغالي في الحد الجنوبي، فله مني جزيل الشكر والتقدير والامتنان، ودعائي له بالتوفيق والسداد والشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثانية إلى أفراد قبائل البردة بني ذبيان فردا فردا. الحقيقة الفترة التي أعد لها هذا الحفل لا تتجاوز 48 ساعة، ولكنها في زمن المقدر لمثل هذه الحفلات يمكن أن يكون بأسابيع، فأتقدم بالشكر والتقدير والثناء العاطر الممزوج بعبير الورد الطائفي لكل من خطط ونفذ لهذا اللقاء المتميز. لا أحب أن أذكر شخصا لكي لا يزعل الآخرون، ولكن اسمحوا لي أن أذكر القائد الأستاذ الفاضل عطية بن عطية الله البرد الذبياني الذي تبنى هذا اللقاء وهذا الحفل مشكورا هو نخبة من رجال القبيلة. واعذروني في ذكر الأسماء، فلو بعدد واحد واحد يمكن ينتهي اللقاء وينتهي الليل ما انتهينا من الأسماء. فشكرا لكل من ساهم في هذا اللقاء، شكرا لكل من ساهم في هذا الحفل، شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من ساهم ولم يسعفه وقته للحضور. الشكر لكم جميعا على هذه البادرة الطيبة، وأتمنى أن تستمر هذه البادرة. ومما أسعدني كثيرا أنها اجتثت بعيدا عن الفئوية
والقبلية إن صح التعبير، فأصبح الصغير والكبير كأنهم أبناء عومة رايد، ليس فرقا بين خامس وآخر، وهذا ما أثلج صدري كثيرا جدا. الرسالة الثالثة وهي لوطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، فنتقدم بالشكر والتقدير لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولكل مخلص لهذا الوطن الغالي، فنتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد لراحة الوطن والمواطن. وأخيرا وليس آخرا، أتقدم لكم جميعا بشكري وتقديري بعد شكر الله عز وجل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفلنا الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هناك مجموعة من الهدايا مقدمة للمحتفى به. أولاً هدية مقدمة من رئيس وأفراد قبيلة البردة بني ذبيان الحجاز، عبارة عن درع تذكاري مستوحى من قلب المعركة، بالإضافة إلى طقم بشت وسيف ومجموعة عطور، يقدمها الشيخ زايد بن دخيل البردي الذبياني. فيصل ثانياً هدية مقدمة من أبناء غتار بن دخيل البردي الذبياني رحمه الله، وهي عبارة عن سيف وبشت وقديمي. هدية مقدمة من الأخ فيصل حمود محيي الثقفي. عبارة عن بس سيف. ختاماً حفظ الله هذه البلاد حكومة وشعبا، وحفظ الله جنودنا البواسل وأعادهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. والآن يتفضل راعي الحفل الشيخ زايد بدعوة الجميع لتناول طعام العشاء. ودعت ربعي قايل الموعد هنا، أما النصر يا دار ولا الشهادة. We'll be right back.
ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القرادة الباغي اللي يا وطننا تحداك بمجيبه ما يحصل مراده كنا انتحر يومه تسلل تعداك من حظه السيء وزود القرادة لبيه لبيه وجينا يحمي بلاده ولا صلا يا دارنا لا عدمناك يا موطن الإيمان وارض العبادة أمر يا أبو متعب وهالشعب يمناك من هو يلوم اللي بيحمي بلاده ولا صلا يا دارنا لا عدمناك يا موطن الإيمان وارض العبادة لبيه 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 الحج جوزي
رجعون عاشق الرفاعي للعذارى لن تهضنا خطر فنا لن يسكر كل دندن شجاعي أضرب بالعز يا راية وطننا بثي الأسلام في شتى البقاعي علموا طهران يحذر من زعنا قبل لا يصبح ضحية للسباعي الله أكبر لا دعانا الموت جينا جينا الله أكبر كلنا بدوى التراب بلادي الله أكبر نصرة الإسلام يا ولينا الله أكبر وزنا فوق المبادي بادي يا فخر سلم على سلمان وافخر فينا حب خشم الحازم اللي قادم ينقادي الله أكبر لا دعان الموت جينا جينا الله أكبر كل ذافد والتراب بلادي الله أكبر نصرة الإسلام يا ولينا الله أكبر عزة المبادي بادي
نحب امدح الممدوح حالف ممدح المذموم ما يقعد راسي الا مدحة الممدوح من ضاري ما عازي بالحفل من يامام ياثر علي اللوم ما هي بشرها اللي تغنمني وانا داري قناة رائد الحربي عسى الفكر النداوي لا تسر فوق السحاب الحومي ميلها على حفل ابو برجاس وسر يساري وعدنا بين يلا حياها وبنت حيا ودوم صدى ترحب نمت اظهر عليها الشمس سمالي سحبت السبحه اول ما انسحب عني لذيذ النوم على يا سايس واهسي واسيس افكاري اي لكم يا مصارع روحي بروحي عشان اليوم لكن قد ظروفي يا فخم الظرف يا طاري انا حب امدح الممدوح حالف ممدح المذموم ما يقعد راسي الا مدحة الممدوح من ضاري وهجس في مقام من ما يرهي فيه ليه يقوم فمن وامان والوضع اختياري ما هو اجباري لكن ويش العذر دون الرفق انه يزيز وانا مرهي على حشو الحزم وحاكم عياري ما عزي بالحفر من يمهم يكثر علي اللوم ما هي بشرها اللي تتغنمني وانا داري مقرب محي اعترفت اللي مجدهم مزموم بعقل مواعيدي عنه وطرب العياري برجوم لقام الموت يعرس سرعته ويقول يا شاري قامك ما خنوره يردع الظالم عن المظلوم على عيسى يا وعد كل حلال دوات بها في اسم الوسط يلا كل كبير حياك تعال يا رايدن حياكم الله يا مرحبا لا حياكم الله جميعا يا مرحبا لا في ضيوف غير الله يحييكم على شرف رايد الله يسلمكم الله يحييكم يا رجل السكين يا ولد يا صاحب التقدير مع سكين سكين تعال يا ابو رشا استري بسم الله الرحمن الرحيم
خلص الامور خلص بطاطي عندنا يا شيخ. هذا حبيبي عز واحد عندي في الجماعه. تعال اخويا هذا وليد رجع عمي، وهذا ايضا ان شاء الله نخليه شيخ. انا وكيل هيا يا صديق، بقول كلمة بس إن شاء الله. هذا الشيخ وأنا الوكيل حد. لا 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 الشيخ أيضا أنا الوكيل إن شاء الله. خلاص أنا بعيد عن فين أول واحد شكرا يا شيخ شكرا. تعشوا تعشوا ها لازم عشوا. هل باقي من الجماعة؟ والله يوفقك. لا والله ينعمك والله ينعمك. شفت هذا لا نعم قلت المشكلة هذه رحت جاي لك من لوكس مكان ممتاز. نقول السياق لا والله الجمع ما هو حاجه بسيطه. اذا كانت النيه صافيه بشيء ربي يسلمها. اي والله النيه تكون صافيه، واذا كان غير الله ما تنسى. هنا لقمه لقمه هنيه ترى اللحظه خطوة جنوبية خطوة جنوبية خطوة خطوة جنوبية انبسطوا حقنا مو بزين. ما عندنا زير برد يا رجل، مشكلة ما عندنا شعار ولا عندنا ذا. يا بدر عطية بدر عطية رجاء من حسن هلال البرد بالدخول كل الأحياء المعافلها الدخول الرجاء الدخول يا شباب الدخول مجاني يا شباب الدخول مجاني التذاكر مفتوحة يا شباب التذاكر مفتوحة يا شباب الدخول مجاني الدخول مجاني الدخول مجاني
احبه وفرحه من المملكه العربيه السعوديه. الرجاء من جميع الشباب انهم نرحب بفهد ولد الجده. هلا والله. الرجاء الدخول، الرجاء جميع المواطنين الدخول. لا تضحك يا بدر. البرد يا ابو خالد. عاشوا شباب السعوديه، نورتوا نورتوا والله. صالح من خضران البردي، ادخل ادخل يا بدر، يا بدر انت وبندر ادخلوا يا شباب. وينكم يا شباب؟ ما في احد يا البدري والمسافة طويلة، دور قلبي عليكم مثل دور المكان، يا حزامي نظيفة وزحمة وشدة، كل لحية نعافلها بمقدار. لا 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 كيف خلاص؟
تو الاستاذ والله تو السمرة بدأت أبو سيف السمرة صباح يا جلسة الصباح إن شاء الله حيا الله شباب السعودية تحية للشباب السعودية تحية من رجال البحر